ننتقل إلى الهدف الرابع لدرسنا اليوم. بداية أن أدرك أو أن أستنتج أن الوطن العربي كل لا يتجزأ رغم أقاليمه السبعة. يعني الوطن العربي هو عبارة عن وحدة متكاملة لا تتجزأ. مو هلأ تو من شوي أنه شفناه هو سبعة أقاليم على المصور، لكن كامتداد واضح أنه قطعة واحدة. الآن راح نأخذ بعض الأفكار عن هذا السؤال. بعد أن تعرفنا على أقاليم الوطن العربي، احنا شفنا أقاليم الوطن العربي على المصور جميعا، نجد أن هذه الأقاليم لا تشكل سببا لتجزئته. يعني ما في سبب للتجزئة للوطن العربي. فالصحراء التي تمتد من الخليج العربي حتى المحيط الأطلسي تشكل رابطا طبيعيا نجمع بين أقاليمه. يعني الصحراء العربية الكبرى ممتدة من الخليج العربي في الشرق حتى المحيط الأطلسي في الغرب، وهذه بحد ذاتها تشكل رابطا طبيعيا يجمع بين أقاليمه جميعا. اثنين، اللغة العربية. جميعنا في الوطن العربي نتكلم اللغة العربية، الأصل الواحد، جميعنا من أصل واحد. وأيضا الثقافة المشتركة، ثقافتنا العربية ثقافة مشتركة. يعني حتى يعني المناهج التعليمية والدراسية إلى نسبة كبيرة رغم أقاليمها السبعة لكنه لا يشكل سبب أن يكون مجزأ. ليش؟ لأنه في عنا عوامل تربطه فيما بعض فيما بينه، تمام، مع بعضه فيما بينها. هذه العوامل اللغة العربية، الأصل الواحد، الثقافة المشتركة، والصحراء أكبر دليل على أنها ممتدة من الخليج حتى المحيط الأطلسي، وهي رابطة طبيعية قوية. يعني الصحراء رابطة طبيعية قوية، أما اللغة العربية والأصل الواحد والثقافة المشتركة هي رابطة بشرية قوية. وهكذا طلاب، وهكذا نرى أنه يشكل إقليما طبيعيا وبشريا واحد. طبعا الوطن العربي في الختام نرى أنه يشكل إقليما طبيعيا وبشريا واحدا يضم سبعة أقاليم جغرافية فرعية. بداية إقليم واحد كبير اللي اسمه الوطن العربي يضم داخله سبعة أقاليم فرعية، يعني سبعة أقاليم فرعية، وكل إقليم من هذه الأقاليم الفرعية يضم أيضا مجموعة مكانية أصغر، تمام. مثلا بلاد الشام، إقليم بلاد الشام، تمام، يضم سهل الغاب. بلاد الشام هي تتكون من سوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذا الإقليم. ضمن هذا الإقليم في عنا وحدة جغرافية متكاملة اسمها سهل الغاب. وأيضا الربع الخالي في شبه الجزيرة العربية تشكل أقاليم أصغر ضمن الأقاليم الأكبر. الربع الخالي هو ضمن الإقليم الكبير، تمام، وهذه تشكل أقاليم أصغر ضمن الأقاليم الأكبر. تمام. في عنا سؤال تقييم، تشكل الأقاليم السبعة عاملا في تجزئة الوطن العربي، لماذا؟ نأخذ أيضا طالب جديد، أحمد عبد الله. أخذنا إحنا الآن أنه يجب على الطالب أن يستنتج أن الوطن العربي رغم أقاليمه السبعة لكنه هو وحدة متكاملة لا تشكل أنه عامل في تجزئة الوطن العربي، لماذا؟ تمام. خليج العربي إلى المحيط الأطلسي تشكل رابطا طبيعيا يجمع بين أقاليم إضافية إلى اللغة العربية والأصل الوحدة، الثقافة المشتركة، وهكذا نجد أنه يشكل أقليميا طبيعيا وبشريا واحدا يضم سبع أقاليم جغرافية فرعية، فسهل الغاب في بلاد الشام والربع الخالي في شبه الجزيرة العربية تشكل أقاليم فرعية أصغر من ضمن أقاليم الأكبر. تمام، الله يعطيك العافية. لكن في حال الإجابة الطلاب يكتفي بذكر واحد، الصحراء الممتدة من الخليج إلى المحيط الأطلسي تشكل رابطا طبيعيا يجمع بين أقاليمه. اثنين، اللغة العربية الواحدة. ثلاثة، الأصل الواحد. أربعة، الثقافة المشتركة.